بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معادنا النهاردة مع الجزء الثاني من الإصحاح التاسع من سفر الرؤيا. كنا وصلنا مع بعض للعدد 13، فبنعمة ربنا هنقرأ معاكم ابتداء من العدد 13. ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون مذبح الذهب الذي أمام الله قائلا للملاك السادس الذي معه البوق: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. وعدد جيوش الفرسان 100,000، وأنا سمعت عددهم. وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا، والجالسين عليها لهم دروع نارية وأسمانه جينية وكبريتية، ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، فإن سلطانها هو في أفواهها وفي أذنابها، لأن أذنابها شبه الحيات ولها رؤوس وبها تضر. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. كنا تكلمنا إن مع الختم السابع جاءت السبعة أبواق، وفي الإصحاح الثامن ذكرنا أربعة أبواق، وفي الإصحاح التاسع اللي ابتدينا فيه المرة اللي فاتت خدنا البوق الخامس اللي هو كان الويل الأول، ودلوقتي البوق السادس. هنشرح البوق السادس اللي هو يعتبر الويل الثاني. رقم أربعة اتردد كتير. سمعنا أربعة قرون المذبح، سمعنا الأربعة ملائكة المقيدين، وسمعنا كمان الأربعة ملائكة المعدون للساعة. وعادمة رقم أربعة بيشير للعالم، الأربع جهات الأرض الأساسية للعمومية يعني. فلو هناك حرب هتبقى حرب عالمية تشمل العالم كله، ولكن بسماح من الله، لأن هو اللي بيحرك الملائكة، والملائكة بيسمحوا بما يسمح به الله. ومهما كان هنا ما عمرنا ما هنلاقي أن الشيطان يتحرك بحرية، ولكن ودي مرجعنا فيها قصة أيوب البار. دايما مذبح الذهب يشير للسيد المسيح لأنه شفيعنا عند الله الآب. وذكر أن المذبح له أربعة قرون، القرن يشير للقوة، ورقم أربعة بيشير أن شفاعة المسيح شاملة وكاملة وتشمل العالم كله وكل من يؤمن بالمسيح. فمع شدة الضربات اللي هنشوفها، لكن هنرى أن كل من يتوب ويرجع هيجد الأحضان الإلهية مفتوحة، ونجد السيد المسيح يشفع فيه عند الله الآب فيجد القبول ويجد الرضا. قال المذبح الذي أمام الله، فالمسيح هو شفيعنا، هو الوسيط الوحيد الكفاري لدى الله الآب. والله الآب لما بينظر إلينا بينظر من خلال الكفارة اللي أتمها المسيح على الصليب، فنجد فيه قبول. ذكر النهر العظيم نهر الفرات، لأن نهر الفرات عامة هو اللي بيغذي مملكة بابل، ومملكة بابل تشير للرمز الخطية للتمرد على الله في الكتاب المقدس. فربما يشير هنا لأن الحرب العالمية دي مركزها هيبقى في عند نهر الفرات اللي هي حاليا أرض العراق. وإحنا نفهم أن المسيح هو عريس الكنيسة، ولكن أيضا الشيطان هو عريس مملكة الشر
دول اللي ذكرهم هنا في النص وقريناها، المعدون لليوم وللساعة. فكل شيء معد من الله ضابط الكل، فلا نخاف لأن احنا في يد الله محفوظين، وهو بيسبق يخبرنا بكل ما سيتم في آخر الأزمنة. وفكرة ان هيقتل ثلث الناس، يعني في عدد كبير جدا من الناس هتهلك في هذه الحرب، لأن آلات الحرب أصبحت مهلكة، والثلث هيهلك، ولكن كي يعطي فرصة للتلتين اللي فاضلين ان هم يقدموا توبة. وهنا بيذكر رقم 100 ألف، يعني حوالي 200 مليون، ودي حرب عالمية يشترك فيها جيوش كثيرة جدا، وفعلا ممكن تكون عدد الجيوش المتحاربة في هذه الحرب حوالي 200 مليون، وده علامة على اقتراب ظهور ضد المسيح. والخيل في الرؤية كانت لها دروع أسمناجونية، اللون الأسمناجوني ده لون السماء، فإيه بقى هي الدروع اللي لونها غريب كده شوية، واخدين بالكم؟ ده الكلام ده بيشرحه يوحنا من 2000 سنة. هل يقصد بيها صواريخ وطيارات هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه؟ خاصة لما بيتكلم على كبريتية ونارية، حاجات ألفاظ سائدة في عصرنا الحالي. وبعدين حتى بيقول على يعني هو في أيام يوحنا كانت الخيول هي آلات الحرب، لكن يرجع يقول سلطانها هو في أفواهها. احنا بنشوف النهاردة آلات القصف والمدافع بتخرج من أفواهها النار والكبريت المدمر، وأذنابها بنشوف الطيارات وهي بتلقي القنابل على الأهداف بتاعتها، بتطلع من ظهر الطيارة كده تنزل القنابل، وبعدين لها رؤوس وتضر. فالنهاردة بنشوف صواريخ بتحمل رؤوس نووية ورؤوس كيماوية ورؤوس ميكروبات وجرثومات تضر وتقتل. وكأن يوحنا الرائي يرى العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه. المهم ان الله هدفه من هذه الضربات كلها ان الانسان يتوب، لكن للأسف لم يتوبوا. وبعدين رجع يتكلم على انهم هيسجدوا للشياطين، وفعلا ده اللي بنشوف حوالينا، ناس كتير قوي تتعبد للمال وللمادة وللذات والشهوات. يعني الشيوعيين بيتعبدوا للمادة، الوجوديين بيتعبدوا للذات البشرية، الشهوانيين بيتعبدوا للمال وللجنس. ده الإله الإلحاد المعاصر اللي الناس كلها بتتعبد ليه في هذا الزمان، والشيطان وراء هذا كله بقى يحيك الصراع والتعبد للمال وتجارة الجنس وتجارة الشر في العالم. وبيتكلم على أصنام الذهب والفضة والنحاس، المادة وبالذات المال. وبعدين يتكلم على أصنام الحجر والخشب، دي بقى ربما أن بعض في العصر الحديث بعض الأغنياء بيهتموا بزينة بيوتهم ويعيشوا في تعظم المعيشة ويهملوا بيت الله. وهنا تحضرني عبارة قالها حج النبي على شعبه في القديم لما بيوبخهم، بيقول لهم هل الوقت لكم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ لما قعدوا يهتموا ببيوتهم الخاصة وسايبين الهيكل خربان. وبعدين رجع قالها هذه الأصنام التي لا تستطيع أن تبصر، يعني من يتصور أن المال والقوة البشرية قادرة أنها تسعده، هذا واهم ولا تخلصه ولا تنقذه من الضيقة. وبعدين بيختتم هذا الجزء من الإصحاح على أنهم لم يتوبوا عن سحرهم، بتكلم عن السحر. هنا بقى نتكلم عن كل من يتعامل مع الأحجبة والتعويذ، واللي بيقروا البخت، واللي بيشوفوا الطالع، واللي يمسك الجران يقرأ حظك اليوم، واللي يشرب القهوة ويقعد يقرأ الفنجان،
كل الحاجات دي أعمال الشيطان كلها لا تحل مشاكل الإنسان ولا تفيده. والكنيسة فيها 7 أسرار ربنا وضعهم من أجل خلاص الإنسان، والناس البسطاء بينخدعوا بهذه الأعمال وينجذبوا إليها. أما المؤمن يلتصق بالله، يلتصق بالكنيسة، ولا تؤثر فيه أعمال الشيطان، ولا يصدقها وما يجريش وراها وما يخافش، ويعلم أن الكنيسة هي معجزة الله الحقيقية للإنسان لكي تحميه وتحفظه في غربة هذه الحياة. لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد، آمين. نشكركم على المتابعة. شكرا.